قبل ما نبتدي بس هنكتب السم دياجرام نشوف الاستراكشر بتاع البلفس المفروض موجوده ايه. لو وصلنا في اليمين هنلاقي كده سم بيبقى تبع انتيريور او بيوبيك بون وموست اوف ستيل في ايه؟ سيكرم والكوكسيك. تمام؟ أول حاجة بعد السمش بيبس في المين هنلاقي إيه؟ هنلاقي اليوناني بلادر واليوناني بلادر نازل منها إيه؟ اليوريترا. وإيه اللي حوالين اليوريترا هنا موجود؟ في جلاند اسمها بروستيت. هنلاقي اليوناني بلادر نازل منها اليوريترا وفي إيه؟ بروستيت أنتيريور. طب وسط البوستيريور هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي فيه الريكتم. هنلاقي فيه الايه؟ الريكتم. تمام يا جماعه؟ طب البروتينيوم اللي عندي هنا يمشي ازاي؟ اول حاجه بيكفر الابر ثيرد اوف ذا ريكتم وبعد كده يعمل ريفليكشن من الريكتم على اليوناري بلادر يعمل باوتش اسمه ايه؟ ريكتو فاسايكل. وبعد ما يغطي اليونان بلادر يروح على الانتيريور ابدومينال وول. ده في حاله الايه؟ الميل. طب في الميل ادي سيمس بيوريس اهي وادي السكرم بالكوكسكس ورا. اول اورجن هنلاقيه هو سيمس بيوريس هنلاقي ايه؟ بعدك هنلاقي اليوناني بلادر. اليونان بلادر لازم منها يوصل بس طبعا ما عنديش فيه ايه؟ ما فيش هنا بروستيت. هلاقي فوق اليوناني بلادر هلاقي اليوتراس واليوتراس نازل منه الايه؟ الفاجينا. وموست بوستيريلي هلاقي مين؟ هلاقي الريكتم والانال كمان. تمام يا جماعه؟ هلاقي عندي هنا بوتينيه مغطى الريكتم وعمل ريفليكشن فوق الايه؟ فوق اليطرس. يعمل لي باوتش هنا بنسميه ايه؟ ريكتو فاجينا. او له اسم تاني اسمه دوجلاس باوتش. وبعد كده يغطي اليطرس يقوم عامل ريفليكشن بينه وبين البلادر. يعمل باوتش تاني نسميه ايه؟ يترو فاجيكا. بذاكر فاكر يطلع الانتيريور دون الاول. يبقى انا عندي في الفيميل في اثنين باوت الدوجلاس اللي هو بوستيريور واليوتو فازايكا اللي هو ايه؟ انتيريور. وعندي هنا في الميل في عندي ايه؟ باوت واحد بس. وده ترتيب اللي ايه؟ الاوجن اللي عندي في البلفس. موضوعنا النهارده المصل بتاع البلفس. المصل بتاع البلفس عندنا نوعين من المصل. مصل موجوده في الوولز بتاع البلفس ومصل موجوده في الفلور من تحت. الوولز عندنا تو مصل، واحده اسمها اوبتيوريتور انترنس مصل، فاكرين الاوبتيوريتور فريمن؟ مغطيه الاوبتيوريتور فريمن مصل. وعندنا مصل ثانيه اسمها بايبي فورمس مصل، خدناه في اللور لمب برضك طالعه من السكرم وداخله على الايه؟ على الفيمر على اللور لمب. دول مش ايه؟ مش هنهتم بيهم قوي في الموديول بتاعه. لكن اللي يهمنا بلفيك فلو مصل عندنا عضلتين، واحده اسمها ليفيتور ناي وهي المين مصل كبيره، واحده اسمها كوكوجياس مصل اللي هي ايه؟ الصغيره. عشان نتخيل الاوجن والانستريشن بتاعهم والصد بيدر بتاعهم احنا لو رسمنا كان انت الهيب بون ماسك انت هيب بون واحده وبصصها من الجنب كده البوبيك بون قدام وبعد كده في الاوبتيتو فريمن ونرجع نشوف هنشوف ايه. طبعا لو انا لفيت كده هيبقى عندي ده سيبيو بيوبيك ريمس وادي البادي بتاع البيوبس وادي الاوبتيوريتور فوريمن ده الانتيريو بيوبيك ريمس وهنا اسكيال ريمس وهنا السيبيريو بيوبيك ريمس واللي في النص دي اللي هي الايه؟ اوبتيوريتور فوريمن. بعد الانتيريو بيوبيك ريمس على طول والاسكيال ريمس هنبص كده هنلاقي فيه حاجه بارجنج كبيره كده اللي هي الايه؟ اسكيال تيوبوس. بعد الاسكيال تيوبوس في حاجه اسمها ايه؟ اسكيال باي. تمام؟
لو انا كملت بوستيريور طبعا الهيب بورتين هتكون خلصت، لكن بص بوستيريور هلاقي في ايه؟ السكرم بالكوكسكس. تمام؟ بص بوستيريور ده المنظر بتاعي كده. قلنا دي الاوبتيتور فلويمن اللي هيغطيها مصر اللي اسمها ايه؟ اوبتيتور انترنس مصر. الاوبتيتور انترنس مصر دي كفرت الفاشيا هنسميها اوبتيتور فاشيا. الفاشيا دي بيحصل لها تكنين بيمتد من البيوبيك بون لحد الاسكس باين. التكنيك ده بنسميه وايت لاين. تمام؟ يبقى انا عندي خلينا احنا المنظر بتاعنا بتوتر انترنس فيه مصل مغطيها فاشيا، الماشي فاشيا دي بيحصل لها تكنيك في النص. التكنيك ده بيمتد من اول البيوبيك بون لحد الاسكس باين بنسميه وايت لاين. الوايت لاين ده اللي بيدي اوجن للبيتو اناي مصل. هو اللي بيدي ايه؟ اوجن للبيتو اناي مصل. فالبيتو اناي مصل بتاخد من البوبيك بون، بتاخد من الوايت لاين، وتاخد من الاسكرز باين. تاخد من ايه؟ من الثلاث حاجات دول. يبقى الجزء اللي فوق هنا هسميه ايه؟ والجزء اللي تحت هنا هسميه ايه؟ دي البيتو اناي اهي. يبقى اللي فوق بيلفس واللي تحت بيونين. اللي فوق بيلفس واللي تحت ايه؟ بيونين. خلينا الوضع بتاعنا كده؟ يبقى انا المصل اللي بتريتو انتهى استغطاها بتريتو ايه فويمن في فاشيا تكنينج عليها. الفاشيا دي من اول البيوبيك بون لحد الاسكر سباين حصل لها تكنينج. هنا ده هيطلع الاوزن بتاع الليفيتو اناي مصل. الليفيتو اناي مصل بتنقسم لجزئين كبار، واحد اسمه يوفو كوك سيزيس، واحد اسمه اليو كوك سيزيس برضه. انهي بقى انتيو انهي بوستيريو؟ اتوقع كده البيوبا انتيريو والايه؟ والايه بوستيريو. طب تعرف تقسم لي الاوجن على الحاجتين دول؟ ده الاوجن كله بتاعك، تعرف تقسمه على الاثنين؟ البيوبا يطلع منين؟ يطلع من البادي بتاع البيوبك ونص اللاين. والاليو نص اللاين والاسكالس باين. تمام؟ ده الاوجن بتاعك. طبعا هتتقسم لاثنين كبار، البيوبا دي لسه هتقسم لثلاثه ثانيين دلوقتي. يبقى البيوبا هتطلع من البادي بتاع البيوبس والنص الهاف اوف ذا لاين، والاليو تطلع من نص الهاف والايه؟ والاسكالس باين. هنلاقي البيوبا دي زي ما احنا قلنا هتتقسم لثلاث اجزاء. لو احنا رسمنا بفضل مسقط البيلبس كده من فوق، انا شايف البيلبس من فوق، هلاقي عندي اول حاجه البول اللي عندي من قدام اللي هي البيوبيك بول. تمام؟ دي البيوبيك بول. ومسط بستيري عندي مين؟ الكوكسكس من ورا. تمام؟ طب ايه الاستراكشر اللي هلاقيها عندي؟ نفرض انها فيميل. اول حاجه بعد البيوبيك بون على طول هلاقي ايه؟ هلاقي اليوترا. صح ولا لا؟ ما البلادر بعد البلادر في ايه؟ يوترا. طيب تاني حاجه هلاقيها هلاقي ايه؟ الفاجينا. تالت حاجه هلاقي ايه؟ الريكتم والانال كنال. صح ولا لا؟ دول ثلاثة ستراكشر المفروض الاقيهم بالترتيب كده. اليوريترا فالفاجينا فالايه؟ فالريكتم والانال كنال. عندي محطتين هنا. المحطة الأولانية هنا اسمها بيرينيال بادي، وعندي محطة ورا هنا اسمها إينو كوكسيديال. إينو كوكسيديال بادي. عندي دول طبعا الاثنين فايبرس ماس، سواء بيرينيال بادي بيمسك فيه مصل بتاعت كذا ايه؟ مصل بتاع البيرينيال، والإينو كوكسيديال عبارة عن فايبرس باند موجودة في المكان ده. دي الايه الاستراكشر اللي عندنا. يبقى البيرينيال بادي هنا ما بين ايه وايه؟ ما بين الريكتم والفاجينا. ده لو في ميل، لو ميل هشيل الفاجينا واحط البلط وزابيس. يبقى البيرينيال بادي في الميل ما بين الريكتم والايه؟ والبلط وزابيس في حاله الايه؟ الميل. هلاقي عندي البيوبوكوكوشيال دي تتقسم لثلاثه بلط. ايه هم الثلاثه بلط؟ اول بلط بيلف حوالين الفاجينا. يمسك في البيرينيال بادي كده ويلف حوالين الفاجينا. فيعمل لي حاجة اسمها سبرينتر وجعين. تمام؟ الجزء الثاني هيروح يلف حوالين الريكتر. مسك في البيوبيك بون كده ولف حوالين الريكتر ومسك في الانر كوكوزيال برضه. هسميه ايه؟ ما بين البيوبيك والريكتر. هسميه بيوبو ريكتاليس.
لانه ما بين البيومك والايه؟ والريكتم. يبقى انا الجزء الاخير احنا اصلا الاجزاء دي كلها في ايه؟ نرجع تاني خطوه كده للبيتو نايت اسم البيوبوكوكليس والاليوكوكليس، الثلاثه دول في اي واحد بيوب ولا الاليو؟ في البيوب. فدي واحد اثنين الثالث بيعمل بعض الانسيرشن في الانوكوكليال بقى وده بيسموه بيوبوكوكليس. بوبر يعني هو ده ايه؟ الاساس. ده اللي هو الايه؟ الاساس. طب السفنكتر بتاعنا ده لف مين؟ طب لو مين اشيلها واحط مكانها ايه؟ البوستيت موجوده هنا حوالين اللي بس بسميها ليفيتو بوستيت. بسميها ايه؟ ليفيتو بوستيت. يبقى نقول تاني يا جماعه يبقى انا عندي الاستراكشر هنا ترتيب انا عارفه منطقي يوترا وزينا ريكتر. عندي محطتين المحطه الاولانيه اسمها بيونيال بادي انتيولي والانكوكيال باب بوستيت. اول لفه حوالين الفاجينا بسفنكتر فاجينا او ليفيتو بوستيت ميل او فيميل. اللفه الثانيه بيوبو ريكتالس ده ثابت في الناحيتين ماشي في الانكوكيال باب. واخر حاجه اللي هي الايه؟ البوبوكوكليس بوبر بتمسك على ايه؟ على الانكوكليال باب وعلى الكوكسكس برضك ايه؟ من ورا. طب والنص الثاني اللي اسمه اليوكوكليس هو يعتبر البوبوكوكليس بس تحته اللير بتاعته. اللير الثانيه تقريبا في نفس المكان بس موجوده تحته بتمسك في الانكوكليس والكوكسكس برضك. تمام يا جماعه؟ يبقى فصلنا كده البيترو انها بتتكون من تو بارت، الاوشن بتاعها منين؟ بيوبك والهوايت لاين والاسكرس باين. النص الاولاني البيوبوكوكليس من النص الاولاني والاليو من النص الثاني. الاليو دي كانها على جنب دلوقتي. البيوبو بنقسمها لثلاث اجزاء. سفنكتر فاجينا او ليفيتو بوستيت في المين. البيوبو الثالث لما اثنين لما ثلاثه بيوبو كوكليس ايه؟ بوبر. تعتبر بيوبو كوكليس ايه هي والاليو يعتبر كانهم فوق بعض تو ليرز في نفس المكان ونفس الانسيرشن في الانكوكليال باب وفي الايه؟ الكوكسس. بس بيختلف طبعا في الايه؟ في الاوجن بتاعه. طيب احنا اتفقنا الاوجن بيوبك وهوايت لاين واسكاس باين صح؟ وصلنا لحد الاسكاس باين. عندي عضله ثانيه غير اللي بيتقوا ناقص اسمها كوك شيزياس ماسك. اسمها ايه؟ كوك شيزياس ماسك. عايز اكمل بقيه البلفز يبقى ابتدي منين؟ من اول الاسكاس باين لحد الكوكس. يبقى الكوك شيزياس ماسك تمسك من اول فين؟ الاسكاس باين اهو تاخد منه لحد الايه؟ الكوكس. اسمها ايه؟ كوك شيزياس ماسك. يبقى الكوك شيزياس تاخد من اول الفوكسكس لحد فين؟ اسكاس باين لحد الايه؟ الكوكس. ايه الفانكشن بتاع البلفك ديافرام ده او البلفك فلور؟ يسبورت البلفك فيسرا في مكانها ما تخليهاش تتحرك في مكانها كل حاجه ثابته. طب وايه تاني؟ ممكن يعمل سفنكتر زي سفنكتر فاجينا مثلا. ممكن يشتغل زي بوبو ريكتاس. بوبو ريكتاس دي بتعمل بتشد كام دي نشوفها في الصوره بتشد ما بين الريكتم والانا كنال فكانها سفنكتر كمان. ممكن تريزيست زياده الانترا بلفك فيسرا. انت بلفك فيسرا لو زاد تحاول تنهي ايه؟ ايه تقاوم الزياده فهي سبورت للبلفك فيسرا. عشان كده لو حصل انجري ليها ممكن يحصل ايه؟ ممكن البصه دي تتحرك مكانها فيحصل حاجه اسمها بولابس. بولابس يعني تعرفين يعني السقوط يعني اليوترس ممكن ينزل جوه الفاجينا ممكن يطلع بره. الريكتر ممكن ينزل جوه الانال كنال ويطلع بره. البلادر بره تمام بس ده في السبيل كيس او على الاقل ايه تنزل مكانها شويه. انا هشرح المحاضره النهارده على صباعك كده قاعد على الباور بوينت 10 دقايق ربع ساعه. بعد كده عندنا الارتريز بتاع البلفيس. عندنا من ارتريز بتاع البلفيس اسمه انترنال الياك ارتريز. عندنا ارتريز ثانيه صغيره في اوفيريان في ميدل سيكترال في ريكتال سبير ريكتال لكن الاساسي بتاعنا اسمه ايه؟ انترنال الياك ارتريز. انترنال الياك ده هيبقى جاي منين؟ الكومن كومن الياك ما عندنا قدامنا اورطه كده بيجي نقسم اثنين كومن اليك والكومن اليك بنقسم لايه؟ لانترنال واكسترنال. الانترنال ده اخر يروح من اسم اثنين ديفيجن واحد انتيريوس واحد بوستيريوس تمام؟ بيبتدي فين الانترنال اليك؟ عند اللمبوسيكلر ترانك. اللمبوسيكلر ترانك ده اخر لمبه في الطب اللي هي ال 5 مع السيكلر في الحته دي يبتدي مين؟ الانترنال الي. وينتهي فين؟ عندنا نوتش كبير قوي اسمه جريتر ساتيك نوتش. او جريتر ساتيك فورم يبتدي ينتهي عندك. طب ايه البرانش بتاعتي؟ عندي قلنا انتيريو وبوستيريو. وبيدي برانشات بيسرال وفرايتال. يعني ايه بيسرال؟ بيسرال للبيسرال وفرايتال للايه؟ حاجات جانبيه او على الوولز بتاعت البلز.
الفيسرال بيطلع من الانتيريور بس. والبايتال بيطلع من الانتيريور والبوستيريور. طيب لو انا رسمت كده قلت انا عندي بلبس مثلا. ناخد نوع كمية بلبس هنلاقي عندنا برضك ادي بلبس بون بعد كده في الايه؟ اليورينري. بلطر نازل منها اليسرى. عندي الريكتر اليسرى سوري نازل منه الفاجينا وعندي الريكتر موست كمان. ممكن تقول لي ايه الفيسرا البانش اللي تطلع؟ فيسرا البانش يعني ايه؟ فيسرا هي دي الفيسرا اللي عندي، عندي فيسرا ثانية؟ ما عنديش فيسرا ثانية في البلد. هما دول المين فيسرا الموجودة. يبقى أول بانش هيدي لمين؟ للبلاطر. فبيديها حاجة اسمها سيبيريوم فازايتال. تمام؟ طيب أنا بتكلم على فيميل دلوقتي، يدي إيه ثاني؟ خلص هو اليورينري سيستم خلاص. دخل على الجينيتال سيستم يدي إيه؟ يدي اليوترس فيدي يوتراين ويدي الفاجينا فيدي فاجينا. بقى لنا ايه؟ الريكتم يدي للريكتم. الريكتم فيه ثلاثة اقسام سيديو ميدل وانفيريو. السيديو تبع الجي اي خدتوه السنه اللي فاتت. يبقى انا ايه؟ يدي الميدل ريكتم. يبقى دول اربعه فيسرا اللي عندي. عندي فيسرا ثانيه موجوده هنا. دول الفيسرا اللي عندي. اليورينري سيستم والجينيتال سيستم والجي اي سيستم. اليورينري سيستم سيبيو فاجاينا. كنا بنتكلم على فيميل. يوتراين وفاجاينا. وميدل ريكت. طب والميل؟ اشيل دول واحط ايه؟ ما فيش ولا يوتراين ولا فاجاينا طبعا. اشيل واحط مكانهم ايه؟ احط مكانهم حاجه اسمها انفيريور فاجاينا. يعني الميل بيجي له اثنين للبلادر وواحد للريك. انما الفيميل واحد للبلادر واثنين للجينتال سيستم وواحد للايه؟ للريك. تمام كده؟ وقلنا كل الفيسرال طالعين منين؟ من الانتيريور برانش. البايتال انا هكتب اساميهم كده وانتوا تقولوا لي انتيريور بوستيريور. نقول اوبتيريتور لاترال ساكرال انترنال فيودندال. وعندنا بعد كده في اليو لمبر وبعد كده سيبيريو وانفيريو جلوتيال. تمام؟ اوبتيوريتور يبقى انتيريو ولا بوستيريو؟ اوبتيوريتور يعني رايح فين؟ اوبتيوريتور فريمن ورايح للثاي. يبقى انتيريو ولا بوستيريو؟ انتيريو. لاترال ساكرال، ساكرال يعني ايه؟ ساكرال يبقى ايه؟ بوستيريو. انترنال بيودندال ده يعني جينيتاليا صح؟ البيودندال رايح جينيتاليا يبقى ايه؟ انتيريو. طب اليو لامبر اليو لامبر يبقى بوستيريو. طيب يبقى انا الاثنين جلوتيال بقى مين الانتيريو ومين البوستيريو؟ في سبيريو وفي انتيريو. سبيريو يبقى بوستيريو. يبقى السبيريو ايه؟ بوستيريو. يبقى انا الانفيريو هو الايه؟ الانتيريو ديفيجن. تمام؟ طبعا امتحانك مالتيبل شويس يعني ايه موضوع ما شايف سؤال القطري عندك او عارف بيصلى ايه فالموضوع مش محتاج حفظ قوي يعني. طب قولوا لي بقى البرانش بتاع الانتيريو ديفيجن في الميل هيبقى يدي ايه في الميل؟ هيدي سبيريو فازايكال انفيريو فازايكال ميدل ريكتر زائد اوبتيريتور و انفيريو جلوتيل وانترنال بيودين. طب والبوستيريو ديفيجن يدي لاترال ساكرال ويدي اليو لمبر ويدي سبيريو جلوتيل ميل. عرفنا نحفظهم ازاي؟ سهله ولا صعبه؟ يبقى عندنا في الفيميل هيبقى عندي زياده السبيريو فازايكال احط مكان ايه؟ يوتراين و فازايكال. هشيل الانفيريو فازايكال ده احط مكانه ايه؟ فازايكال وبعد كده ايه؟ ميدل ريكتر. معنى كده ان انا عندي في الفيميل اربعه برانشز في الفيسفال لير لكن الميل فيه كام؟ ثلاثه بس. تمام يا جماعه؟ يبقى الانترنال اليك بدايته فين؟ عند الليمبو ساكرال جانكشن ما بين ال 5 و اس يبتدي ينتهي عند الكيوتا ثابت فريمن بينقسم لاثنين ديفيجن انتيريور وبوستيريور كل واحد منهم بيدي فيسفال وبايتال لكن كل الفيسفال بيجي منين؟ من الانتيريور. كل الفيسفال بيجي من الانتيريور وبوستيريور بيدي بايتال بس. يعني الانتيريور بيدي فيسفال وبايتال. الفيسفال هما والبايت اللي هم باللون الاحمر دول اوبتيريتور
قدامنا البريدندال والانفيجروتيل والبوستيريور دي ايه؟ 3 فوائد تمام؟ بعد كده النيرفس عندنا النيرفس بتاع اي مكان في البادي بيتكون من ايه؟ سوماتيك او اوتونوميك ده الطبيعي والاوتونوميك طبعا سيمباثيك وفي بارا سيمباثيك السوماتيك هنا هيجي من بلكسس ايه بلكسس الموجوده في المكان ده؟ الساكرال والكوكس هي البلكسس طبعا اللمبه في راسك خلاص والسمباثيك سوري الاوتونوميك هيبقى ايه؟ في سمباثيك وفي بارا سمباثيك فاكرين الكوكسيه بلكسس كان عندها اللمبه بلكسس تتكون من L1 لحد L4 وكان بيجي لي L4 مع L5 كانوا او بقيت L4 وL5 بيتاخدوا مع بعض يعملوا لي حاجه اسمها ايه؟ ليمبو ساكرال ترانس صح؟ وبعد كده هيبقى عندي S1 وS2 وS3 وS4 كل دول يعملوا ايه؟ الساكرال بليكس فنترال ريمس ولا دورسال ريمس؟ فنترال اي بلكسس في البادي فنترال ريمس اي بلكسس قاعده عامه بس ساكرال بلكسس عندي هتيجي من L4 او نص L4 وL5 اللي بيعملوا لما سكر ترانك وS1 و2 و3 وجزء من 4 طب ايه البريفنشن بتاعتي؟ سوماتيك يعني هيحصل لها ايه؟ لا مصل لا سكن ما عنديش ايه؟ بدائل ثانيه طيب مصل لا سكن تتخيلوا ايه المصل عندي الكبيره هنا؟ عشان نقول البريفنشن بتاع السكر بليكسس وبرضه كمان بتاع السكر بليكسس ده ريليتد لينا مش ريليتد للور لمب لان في بنشات هتبقى اللور لمب احنا بنقول بس البنشات بتاعت البلدز بس ايه المصل اللي عندي هنا الكبيره اللي لازم يديها سبلاي من هنا من السكر بليكسس؟ لسه قايلينها الليفيتور كناري يعني عليها تبقى سكر بليكسس ما تديش الليفيتور ناي تبقى فايدتها ايه يعني؟ المصل الكبيره بتاع المكان ده كله تمام؟ طبعا بيرفورمس اوبتيتو انتنس تديهم بس انا بتكلم برضك احنا بناكد على ايه؟ على ايه؟ على الحاجه بتاعتنا. طيب دي المصل بتاعتنا وايه تاني؟ بيدي السفنكتر اكسترنال انال سفنكتر بس بيبقى البراش هنا بيرينيال برانش بيرينيال برانش يبقى يدي المصل اللي هي الفيتو ناي ويدي مصل ثانيه اللي هي سفنكتر مع الايه؟ السكن اللي حواليها بيسموه بيرينيال برانش وبعد كده اثنين مهمين قوي البيودنتال عادي جينيتاليا نسميه انترنال بيودنتال وفي عندنا باور سيمباثيتك اللي هو S2 وS3 وS4 احنا بنسميهم ايه؟ باور سيمباثيتك في البادي كله بيجي منين؟ كرينيال ساكرا الساكرا اللي هو مين؟ بيلفيك بلانكينج نيبل هو S2 و3 و4 كده اربع برانشات خامس واحد اسمه بروفريتين كوتينيوس عشان السكن بتاع الباتوكس اللي احنا خدناه في الايكوتينيوس سبلاي بتاع سلفر يبقى نقول تاني يبقى انا عندي سوماتيك يعني مصل وسكن المصل الكبيره اللي عندي هي مين هنا؟ الليبيتروناي والكوكزياس مصل عندي برضك لما اثنين في برينيال باش عشان يدي السفنكتر ويدي السكن حوالين برينيال باش اثنين ما يتنسوش جينيتاليا اللي هو الانترنال بيودندل زائد البيلفيك بلانكينج نيرف بتاع البادي سيمباثيتك واخر حاجه اللي هو الايه؟ الكوتينيوس سبلاي اسمه بروفريتنج كوتينيوس. ده السوماتيك. دي السكر بليكسس، طب انا قلت لكم في كمان حاجه اسمها ايه؟ كوكسيا بليكسس، تطلع منين كوكسيا بليكسس؟ كمل بقى بقيه اس 4 واس 5 والكوكسيا الكام؟ 1. انت عندك كوكسيا الواحد. ده بيدي نيرف وحيد، شوف البليكسس كلها طويله عريضه بتدي حاجه اسمها اينو كوكوزيال نيرف اينو كوكوزيال بتصلي السكين ما بين ايه وايه؟ ما بين الانس والكوكسكس يبقى الكوكوزيال بلكسس كمل 4 و5 وكوكوزيال 1 وفائدتها انها بتدي ايه؟ بتدي نيرف واحد وحيد اسمه ايه؟ اينو كوكوزيال ما بين الانس والكوكسكس اخر حاجه اللي هو السمساتيك والسمساتيك السمباثيتك هنا هيجي منين؟ فاكرين السمباثيتك تشين؟ السمباثيتك تشين ماسك البط بس انا عندي حاجه اسمها ساكرال سمباثيتك تشين. ساكرال سمباثيتك تشين فيها جانجليون وبتتحد مع بعضها في الاخر خالص اخر حته في السكرم بيتحدوا مع بعض. طب وبقى السمباثيتك بتيجي منين؟ لسه قايلين دلوقتي
ده بلفت بلانكينج نيرف اللي هو اس 2 و3 و4. طبعا الاوتونوميك عشان يوصل للاورجن مباشره ولا بيروح للبلكسس او جانجليون الاول؟ لازم يروح للبلكسس الاول. البلكسس اللي عندي هنا اسمها انتيريو هايبو جاستريك بلكسس. تمام؟ انتيريو هايبو جاستريك بلكسس دي اي نيرف سبلاي لاي حاجه في البلبس واخده من هنا. لان كل الاورجن بتاع البلبس بتاخد ايه؟ اوتونوميك. فاي واحده تاخد منين؟ من فيها هيبوجاستيك بلكسر دي. فيها هيبوجاستيك بلكسر دي لها تو سيمباثيك وباور سيمباثيك. السيمباثيك جايه من السيمباثيك ساكرال تشين وباور سيمباثيك جايه من كام؟ اس 2 و3 و4. تمام؟ وفي الفلو اللي هو اللي بيتو ناوي ايه؟ الكوكوزياس مصر. ادي الارينج بتاع البلفيك مصر في الفينين، ادي البرادر في اليوترا، ادي اليوترس في الفاجينا وادي الريكتر. في المين ادي البرادر بالبروستيت في اليوترا وادي الريكتر. الباوتش ده كنا مسمينه ايه؟ ريكتو فاجينا. في الفينين ده بنسميه ريكتو فاجينال او دوجلاس، وهنا يوترو فاجينا. بعد كده ده الرسمه اللي انا رسمتها، ادي البادي بتاع اليوبس، وادي الايه؟ الاوبتريتور فورمن، وادي الاسكال سبايك، وادي الهوايت لاين اهو اللي هو التكنيك بتاع الاوبتريتور فاشل. يبقى فوق هنا بلبس وتحت فيه ايه؟ بيرينيوم، والهوايت لاين ده اللي بيدي الايه؟ الاوريجن بتاع المخ. ادي البايوفورمس مصل موجوده اهي وطالعه على ايه؟ واخده من السكه وطالعه على بره. دي التوبات بتاع البيتو نايح، هنشوفهم رسم احسن من كده. البيتو نايح بتقسم لقسمين، بيوفا كوكوزيوس اللي هي الانتينيوم، والاليو اللي هي بوستيني. دي هتاخد منين؟ من قدام البادي بتاع الريفت والهاف اوف ذا لاين، ودي بتاخد من الهاف اوف ذا لاين والاسكال سبايك. دي بقى قسمها لثلاثه، انتيو فايبر اللي هي الفيتو بوستيت او سفنتر فازيني، بيوبو ريكتالس ماسل، واخر حاجه اللي هي ايه؟ بيوبو كوكوزيوس ماسل. وقلت لك الدوبو كوكوزيوس بوبر دي مع الاليو كوكوزيوس بعتبرهم ايه؟ هم طبقتين فوق بعض، نفس المكان ونفس الديفيرشن، بيختلفوا بس في الاوريجن بتاعهم. عندنا هنا بعض البلفس، عندنا دي فتحه بتاع اليوترا الفاجينا، وادي الريكتم، دي البيوبيك بون، وادي السكرم، ده الانكوكوزيال راف، المفروض البرينيال بادي موجود في الايه؟ الرسمه الثانيه هشوفها لكم. دي البيوبيك تالس ماسل عامله السنجه جايه من البيوبيك بون اهي، وعامله السنجه حوالين الايه؟ الريكتم، وراجع ثاني مركب البيوبيك بون. عندنا هنا ادي هنا الفتحه بتاع اليوجينيتال، وادي الفتحه بتاع الريكتم، هنا البرينيال بادي، وهنا الانكوكوزيال لاف، ادي الكوكسكس، وادي البيوبيك بون. اول لفه هنا الاولانيه دي بتبقى اسمها ايه؟ بيوبو سوري اسمها سفنتر فازيني او ليفيتر بروستيت. اللفه الثانيه دي اللي هي بيوبو ريكتالس ماسل، وبعد كده رقم ثلاثه اللي هي الايه؟ الاليو كوكوزيوس ماسل اللي هي دي الاخرانيه دي. المفروض تحتها في البيوبو كوكوزيوس موجوده تحتها. اخر حاجه اللي هي الكوكوزياس ماسل اهي واخده من الاسكال سباين ورايحه للايه؟ للكوكسكس ورا. يبقى كل دول اللي فيتو اناي ماسل كل دول ببعضهم بالباوتش بتاعتهم، والكوكوزياس ماسل هي اللي واخده الايه؟ الحته البوستيريور الباقيه الصغيره منين؟ من بلفيك فلو من ورا. دي نفس الكلام ايه؟ في الرسمه الثانيه. دي الباوتس اللي احنا هنبقى ناخدها في العمل. وادي الكوكوزياس ماسل موست بوستيريور اهي واخده من الكوكسكس، ادي الاسكال سباين، وادي الايه؟ الكوكسكس، وادي اللي فيتو اناي ماسل. وفي الطرف بره خلاص ادي البايوفورمز عشان تطلع الجيوتر سياتيك نوش. طيب لو حصل انج زي ما احنا قلنا ممكن يحصل بولاس، وخصوصا بيحصل انج ممكن استخدم ليبر. ممكن في حاجه ثانيه ممكن تحصل بقى اسمها ستريس انكونتنس. ايه ستريس انكونتنس؟ حصل انج للليفيتو اناي ماسل، فالنك بتاعت البرادر اتحركت في مكانها شويه، فبيحصل ستريس انكونتنس. اي زياده في الانتر ابدومينال بريشر يعمل دريبلنج وفيوري، سنيزنج، كافنج، لافنج، اي حاجه ممكن تعمل ايه؟ زياده. والستريس انكونتنس له اسباب ثانيه، بس احنا بنتكلم النهارده من السبب ومعانا النهارده اللي هو الانجري تو ليفيتور اناي ماسل. الارتريس قلنا عندنا ادي الارتر او الارتر اتقسم لكومنت الياك. هيجي كومنت الياك اهو اتقسم لايه؟ اكسترنال طالع على بره، وادي الانترنال.
internal intestine division انا عشان اشوف انا فين ادي البيوبيك بون وادي السكروم بكده انتيريو وكده بوستيريو ادي الانتيريو ديفيجن بتاعي وادي الايه بوستيريو ديفيجن بتاعي وادي البرانشز قلنا الانتيريو هيدي ايه فيسفال وبايتال الفيسفال بتوعي بلادر سيبيو فاسايكل وانفيو فاسايكل او بسميه في الفيميل ايه فاسايكل زائد ميدل ريكتال واخر حاجه اليوتراين اللي هو موجود في الفيميل بس البايتال اوبتيريتور وانترنال بيودندال وانفيريو جلوتيل والبوستيريو كلهم بايتال بس اليولامبا ولاترال ساكرال وسبيو جلوتيل الجدول شكله غير لكن انت لو حفظته بالطريقه اللي احنا قلناها هتلاقي الموضوع ايه سهل عليه. طب كل واحد بيعمل ايه؟ هنقول كلمه بسيطه على الحاجات اللي احنا مش هنقولها تاني لان اليوتراين والفازايكل دول هنتكلم فيهم كتير ساعتها. اول واحد اليولامبا، اليولامبا ده ماسكولار يعني واحد للمصل، المصل بتاع البوستيريو ابدومينال وول. فاكرين السواس ميجور والالياكس والكوادريبس لامبور ده اللي بيروح للمصل دي عشان يسبلاي المصل دي. اللاترال ساكرال اهو ده اللاترال ساكرال بيخش في الساكرال فورمينا ويغذي الساكرال كمان هنقولها في العملي ويطلع منور. اللاترال ساكرال عشان السكرال. طبعا قلنا الفازايكل والفي فازايكل هنتكلم عليهم بالايه بالتفصيل في ايه في مكانهم ساعتها. والبيودندال برضه هيبقى من الحاجات المهمه عندنا قوي. دول زي ما احنا ارتريز يعني صغيرين مش مشكلتنا قوي مش معانا دلوقتي. ادي الكومن اليا كار خلي بالك هنقسم ادي اكسترنال وادي الايه الانترنال. والانترنال هنقسم لانتيريو ديفيجن وبوستيريو ديفيجن. اهو الانترنال اليا كار هنقسم لانتيريو والصوره الجايه هنقسم لايه؟ بوستيريو ديفيجن. بعد كده من ضمن البرانشات ادي اليوترس اهو ادي اليوتراين ارتري وماشي جنبه اليوتر والريليشن دي مهمه جدا جدا هنبقى نقولها ساعتها ادي اليوتر والايه واليوتراين ارتري تمام؟ دي الصور مش هنستفيد منها نيجي للفينس درينج بتاع البلبس ما اتكلمناش عليه بس في حاجه مهمه جدا جدا نعرفها حاجه عندنا حاجه اسمها انترنال فيرتبرال بلكسس دي موجوده جوه فيرتبرال كولن او جوه فيرتبرال كانال مشكلتها في ايه؟ انها كونكتنج مع البلفس بفالفلس فين، فين من غير فالفلس. فاي زياده في الانترا بلفيك فيشر بيطلع البلط للايه؟ للفينوس بلكس. طب ايه المشكله؟ لو عندي انفكشن او كانسر ممكن ايه؟ يروح للانترنال فيرتبر بلكسس ويعمل كانسر للبون او للفيرتبر او يعمل كانسر في مكان ثاني حسب الايه؟ السبيد بتاعه. واكبر مثال ليهم البوستيت. بوستيت الكانسر السبيد بتاعها اول حاجه على طول يروح للبون قبل ما يروح لاي حاجه ثانيه. ادي النيرفز ادي التقسيمه بتاعتنا اللي احنا لازم نحطها في دماغنا سوماتيك واوتونوميك سوماتيك ساكرال وكوشيا وعندنا اوتونوميك سمباثيك او ايه او باور سمباثيك عندنا ادي البرانشات بتاعت الساكرال بلكسس قلناهم مصل ليبيتو ناي مصل بعد كده اكسترنال سفنكتر ان سفنكتر مع البرينيال سكين اثنين مهمين زي بعض اس 2 و 3 و 4 اللي هو بيلفيك سلانكينج نيرف ومعاه الانترنال بيودندال واخر حاجه البروفريتنج كوتانيوس ثريدز طيب الست بشرى تمشي حامل اهي كل ما تمشي رجلها توجعها ليه؟ كل ما تمشي تلاقي ايه عندها بيت في اللور هنا. عشان البلكسس حصل لها كومبريشن للنيرف الفيتس او البريجننت حصل لها كومبريشن على ايه؟ على النيرف على ايه؟ عمل لي بين في اللور هنا لان النيرفز معظمها رايحه عندنا السياتيك عندنا الاوبتيريتور عندنا برانشات كتير معديه ممكن يحصل لها كومبريشن. ادي السكرال بلكسس اهي ماشي على السكه وانتهت في الاخر بحاجه اسمها جنجليون امبر وفيها فوق جنجليون تقريبا وبعد كده ادي باسمباثيك اللي بيطلع منين؟ من اس 2 و 3 و 4 يروح يعملوا ليه؟ في الانفيو هايبوجاستيك بلكسس اي بلكسس بتبقى جاي لها منين ورايحه فين؟ جايه منين؟ من باسمباثيك من اس 2 و 3 و 4 والسمباثيك من السكرال سمباثيك تشين ويعملوا فين بعد كده يروحوا لمين؟ بيروحوا للبلفيك اورجن كلها اليوترس الفاجينا البوستيت وتفر الاورجن اي نعم منهم حاجات بتروح للانفيوم سنتر بلكسس بس ده مش موضوعنا طبعا الهند جات مش ايه مش مشكلتنا حاجه مهمه تبع النيرف هنا ما قلناهاش في حاجه اسمها بلفيك بين لاين ايه البلفيك بين لاين ده الخط الاسود ده بلفيك بين لاين دلوقتي لما تحس بين في البصرة عندك في البلاطه او تفر تحسها بايه في سوماتيك نيرف سبلاي موجود تحسها ايه؟ امال البين فايبر دي او البين سنسيشن او السنسيشن ده بيطلع عن طريق مين؟ عن طريق الاوتونوميك سمباثيك او بارا سمباثيك. البين لاين ده بيفصل بين حاجتين. فاكرين البلادر لما رسمناها البلادر كلها كفرت بالبروتونيوم ولا السيبيو سيرفيس بس؟ السيبيو سيرفيس. ففور اكزامبل مثلا اي حاجه كفرت بالبروتونيوم بتبقى فوق الايه؟ البين لاين. واي حاجه نوت كفرت بتبقى تحت البين لاين. يبقى عرفنا البين لاين ده معناه ايه؟ اي حاجه كفرت بالبروتونيوم بتبقى ابوف البين لاين
واي حاجه مش كفرد دي هتبقى تحت الايه البين لاين. اي حاجه فوق البين لاين بتبقى بتتقل بالسمباثات، واللي تحتها بالايه بالباس سمباثات. تمام، يعني معنى كده اي حاجه كفرد بروتينيوم هتبقى سبلايد بالايه او الفايبر بتاعتها بالسمباثاتيك، واي حاجه نوت كفرد بالبروتينيوم هتبقى الفايبر بتاعتها او البين بتاعها هيطلع عن طريق مين الباس سمباثاتيك. ما عدا اكسبشن وحيد السجمويد كولون ده عنده كولون وعنده بروتينيوم بس ما بيروحش مع المين مع السمباثات، بيروح مع الايه باس سمباثات. نقول تاني بنا بين لاين ده عباره عن ايه، خط فيصلي او تخيلي ما بين الاورجن بتاع البلد. اي حاجه كفرد بالبروتينيوم تبقى ايه فوقه، واي حاجه نوت كفرد بالبروتينيوم تبقى ايه تحت. تمام كده، اي حاجه فوقه النيرف او السنسيشن بتاعته بيطلع عن طريق مين السمباثاتيك، واي حاجه تحته بالايه بالباور سمباثاتيك، بس الاكسبشن بتاع مين السيجمويد كولون. الليمفاتيك ديمنشن انا هضع بس ان عندي ثلاث مجموعات، عندي انترنال اليك حوالين الانترنال اليك ارتري، اكسترنال اليك حوالين الاكسترنال اليك ارتري، ساكرال عند السكره من ورا، كلهم بيتجمعوا في الكومن اليك، واللي بيروح يجمعهم في مين في اللاترال اورتيك ليمف نود. اللي بيطلعوا منين مش مشكلتنا النهارده، مش عايزين نعرف. يبقى عندي ثلاثه جروب اوف ليمف نود كبار، انترنال واكسترنال وسكرال، بيتجمعوا كلهم في كومن اليك اللي بيحذفهم بعد كده على ايه؟ على اللاترال اورتيك ليمف نود. تمام؟ يبقى احنا اتكلمنا النهارده على المصر بتاعت البلفس والبلفيك فلور والكوكوجياس مصر، واتكلمنا على الانترنال اليك بالفراش بتاعته، واتكلمنا عن نيف صبلاي اللي هو السوماتيك والاوتونوميك، واتكلمنا على الليمفاتيك دريمش. المحاضرتين دول كانوا انتروداكشن عشان لما نيجي نتكلم بعد كده نقول فاجينال ارتي عرفنا جاي منين، نيجي نتكلم انتيريو هايبوجاستيك بلكسس عرفنا جايه منين، هيسهل لنا كتير قدام قوي. تمام يا جماعه، اي اسئله؟ ثانك يو.